بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن منا لا يعرف الفيكس، ولكن الكثير منا لا يعرف استخدامات هذا المنتج. لذلك سأقدم لكم اليوم 10 فوائد أو 10 استخدامات للفيكس. فإذا أعجبكم هذا الفيديو أرجو دعمه بلايك، وإذا كنتم من الزوار الجدد أرجو الاشتراك بالقناة بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وأهلا وسهلا بكل من انضم إلى قناتي. نبدأ على بركة الله. للفيكس قدرة رائعة على علاج تشققات القدمين. قومي بدهن قدميك بالفيكس وارتدي الجوارب واتركيه ليلة كاملة. كرري هذه الخطوة مدة أسبوع وستظهر النتائج. إذا كنت تريدين الحصول على شفاه وردية وأكثر نعومة ونضارة، قومي بدهن الشفاه بالفيكس ودعيه لمدة ساعة، ثم أزيليه لتحصلي على نتيجة رائعة، شفاه وردية اللون خالية من التشققات. يمكن للفيكس معالجة حب الشباب بطريقة سهلة وفعالة وسريعة، لأنه يحتوي على مادة تقوم بتهدئة الحبوب الملتهبة. فقط قومي بدهن وجهك بشكل دائري لمدة 5 دقائق، بعدها قومي بغسل وجهك بشكل طبيعي. إذا كنت تعانين من تساقط الشعر، ضعي ملعقة من الفيكس في ماء دافئ ودعيه على الشعر، وبعد 10 دقائق قومي بغسل الشعر بالماء الفاتر. سيخلصك الفيكس من الفطريات والبكتيريا الضارة بالأظافر. قومي بوضع الفيكس على الأظافر المصابة واحرصي أن تكون الأيدي جافة غير مبللة، وارتدي القفاز. داومي عليها مرتين في اليوم مدة 15 يوم لتتخلصي من الفطريات والبكتيريا الضارة. إذا كان لديك كحة، قومي بدهن الصدر مدة ساعة ثم أزيليه. إذا كان لديك صداع مؤلم، ضعي الفيكس في فتحتي الأنف إذا كان الصداع ناتج عن الجيوب الأنفية، وإذا كان الصداع من الرأس يدهن الرأس بالفيكس. إذا كنت تعانين من علامات التمدد في الجسم، ضعي كمية مناسبة من الفيكس على هذه العلامات وقومي بتدليكها بحركة دائرية لمدة 5 دقائق. تكرر هذه العملية مرتين في اليوم. يشفي الفيكس من الجروح القديمة بوضعه كل يوم على المكان المصاب مدة ربع ساعة ثم يزال. رائع لآلام المفاصل، تدهن المفاصل بالفيكس وتترك مدة ساعة ثم يزال. لا تستخدم الفيكس وأنت في أول حملك. لا يترك الفيكس مدة طويلة على البشرة باستثناء الأقدام. مكونات الفيكس طبيعية غير مضرة، وأغلب المراهم الطبية يدخل في مكوناتها الفيكس، وهذا دليل على أنه مكون طبيعي غير مضر ويستخدم بكل أمان، ولكن نعرف فقط طريقة استعمال الفيكس بطريقة صحيحة. وهذه كانت بعض استعمالات أو استخدامات الفيكس. نتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتستفيدوا منه ولو بالقليل، ودمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم، في أمان الله.